عزون قرية فلسطينية وادعة صغيرة بمساحتها وتعداد سكانها، لكنها كبيرة بعطائها وعظمة إنجازاتها الرياضية. حجزت لنفسها مكانا طبيعيا على الخارطة الرياضية الفلسطينية من خلال أبطال أبوا إلا أن يدخلوا التاريخ الفلسطيني من أوسع أبوابه. لهذه القرية حكاية طويلة وتاريخ لا ينتهي، بالرغم مما تعانيه من حصار وجدار ينهم أراضيها، إلى أن الانتصارات وحصد البطولات لمختلف الألعاب كانت عنوانها الدائم. كيف لا، والكثير من سكانها يمارسون الرياضة ويعشقونها حتى النخاع، حتى باتت مدرسة يتخرج منها الأبطال يمثلون الوطن في شتى الألعاب. الإنجاز حصل بنتيجة إدارة حكيمة لهذا النادي، نتيجة بلدية صامدة، بنتيجة لاعبين مثابرين، لاعبين ملتزمين في التدريب. بالنسبة للجماهير هاي اللي بتدعم النادي دائما باستمرار، بتدعم النادي ماديا، بتدعم النادي معنويا، هذا كله شمل هاي ونجحنا في حصد هاي الكؤوس إن شاء الله. طبعا في قمة الدرجة الممتازة في كرة اليد وفي معظم اللعبات، طبعا هذا كله راجع للإرادة والتصميم والروح القتالية واللي موجودة عند لاعبتنا. أيضا ما بننساش وما بنغفلش جمهورنا الكريم اللي بآزر وبشد وبدعم وبيمشي معنا في كل بطولاتنا خلينا نقول بساهم وبدعم. أيضا عندنا بعدين الشباب برضو عندهم الروح القتالية مثل ما قلت، وبعدين في عندنا من المجتمع ومن المجتمع العام برضو المجتمع المحلي برضو بدعموا في هذا القضية. فإذا كان الاحتلال قد حرم أبنائها من ممارسة لعبة كرة القدم باستيلائه على الملعب الذي احتضن نجوم الثمانينات بكرة القدم وتحويله إلى مهبط للطائرات ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم عليه، إلى أن العزيمة والإرادة جعلتهم يتسيدون بطولات كأس كرة الطائرة والشطرنج للمحافظات الشمالية وبطولة الدوري والكأس لكرة اليد، بالإضافة إلى لعبة كرة الطاولة. حصد البطولات جعل من عزون محل اهتمام القاصي والداني لهذه الإنجازات التي يشار لها بالبنان، والتي نالوا من خلالها شرف تكريم السيد الرئيس محمود عباس لهم، وكان آخرها بطولة كأس كرة الطائرة. ولأن الأبطال دائما يستحقون الإشادة والتقدير على إنجازهم، تداعت الشخصية الوطنية والرياضية والفعالية الشعبية إلى تكريم كوكبة لاعبي ولاعبات النادي الذين صالوا وجالوا في الملاعب ورسموا البسمة على شفاه الجماهير عبر حصد البطولات. الإنجازات المتراكمة لم تأتي من فراغ، وإنما أتت نتيجة لجهود متواصلة. فالنادي يعد من الأندية التي تهتم بالمدارس الكروية المتخصصة بألعاب الطائرة والقدم واليد والشطرنج، وتعدهم حتى يصبحوا رافدا حقيقيا للفرق الرياضية في المستقبل. اللعبة تعمل على التفكير ونظر الخصم بشكل، لأن اللعب في الشطرنج يحتاج إلى وقت طويل في اللعب، ويجب علينا أن نأخذ وقت طويل في اللعب، لأنها لعبة عقل، يسمونها لعبة الملوك، لأن يلعبونها إلى غير الملوك الشهراء. وأنا أتمنى عندما أصبح كبير أن أمثل فلسطين في هذه اللعبة، وأنا أتمنى من المشرفين علي أن يقطعونا جعلنا نتواصل مع بعضنا البعض. هذا اللعب كثير وهي لعبة مميزة جدا، وبشكر نادي شباب عزون الرياضي إنه اهتم بنا في هذه اللعبة وطورها، وحتى اليوم إن شاء الله عاملين مدرسة رياضية تحتوي على 30 لاعب. لعبة الشطرنج في فلسطين، يعني في عزون وفي فلسطين بشكل عام انشهرت، في عزون بشكل خاص انشهرت من نهاية الثمانينيات تحديدا من الجيل القديم، حتى استلم المدرب وجدي شبيطل المتواجد حاليا في الأراضي الكندية تدريب، صنع هذا الجيل اللي احنا شايفينه، صنع هذا الإنجاز. هي لعبة فكرية تتميز بها البلد الحمد لله تعالى. انتوا شفتوا كيف يعني بطولة فلسطين المركز الأول والثاني حصري من سنوات طويلة، بطولة الأندية، بطولة المدن، والحمد لله عندنا مدرسة شطرنجية حوالي 30 لاعب ودرب فيها. أتوقع أنه يعني بظل هذه الإدارة الحالية لنادي عزون، بظل هذه الإمكانات، بظل هذا التكريم، ستبقى عزون متسيدة الموضوع إن شاء الله تعالى. نادي عزون الرياضي، وبالرغم من قلة الإمكانيات والمتطلع إلى النهوض بواقعه الرياضي والسعي إلى التطور والبناء بإرادته الحكيمة ولاعبيه القادرين على تحمل المسؤولية والأهالي والمؤازرين والمجتمع المحلي الداعم، هو سر النجاح تلو النجاح الذي سطره لاعبه في الساحة الرياضية على مستوى الوطن، ذلك أن الإرادة تصنع المعجزات وتتحدى الصعوبات التي تواجه مسيرة هذا النادي الذي يحتاج إلى كل عناية واهتمام.